السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشرت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك فيديو لمجموعة من المصلين وهم يحكمون قبضتهم على شاب يحمل حقيبة الظهر، وحسب ما هو متداول فإن المصلين في مسجد بسنايس في سيدي حسني بولاية وهران لفت انتباههم شاب وهو يحاول سرقة حذاء بعد صلاة الجمعة، أين قاموا بمحاصرته وأشبعوه ضربا قبل أن يتركه يذهب كالصيد المذعور. وانتشرت السرقة بشكل كبير في كل أحياء ولاية وهران، وأصبحت عادة وعمل لبعض الشباب المدمنين والذين لم يتلقوا التربية الصحيحة في صغرهم، فوجب على السلطة الجزائرية تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات وإلغاء العفو الرئاسي فورا.